وفي العام التالي تم افتتاح القاعة الثانية له. تضم القاعة الأولى للمتحف كرسي العرش الخاص بالملك فؤاد والملك فاروق من بعده، وهو الكرسي الذي اعتاد الملكان الجلوس عليه عند حضورهم لمجلس النواب، والذي عقد أول اجتماع له في 15 من شهر مارس عام 1924. الكرسي ده طول العام مشوّن في المخازن، ولما يتقرر أن الملك هيجي يفتتح البرلمان أو هيجي يجتمع بالسادة النواب كان يوضع على المنصة الرئيسية داخل القاعة الكبرى لجلوس الملك. على إيد الملك اليمين كان قريبه اللي هو الواسع العرش ولي العهد وأكبر واحد في أسرته سنا، على إيد الملك الشمال بيجلس رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. داخل القاعة تقف عربة ملكية أهداها نابليون الثالث إمبراطور فرنسا للخديوي إسماعيل في حفل افتتاح قناة السويس عام 1869. استخدم كل من الملك فؤاد والملك فاروق تلك العربة للذهاب للبرلمان يوم افتتاح دورته من كل عام. فضل يستخدمها الملك فؤاد من 1917 لغاية 1936، وجي بعدين الملك فاروق من 36 لغاية ما قامت الثورة، وبعد كده كانت اتركنت فترة في قصر عابدين، وبعدين بعد كده راحت للمجلس الأعلى للآثار، ما جاتش هنا إلا سنة 86 بصفة أنها قعدت فترة تستخدم من قبل الملك فؤاد والملك فاروق. تضم القاعة الأولى للمتحف مجموعة من الوثائق النادرة، في مقدمتها أقدم وثيقة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، وهي مطبطة بخط اليد لمحضر اجتماع مجلس شورى النواب الذي افتتحه الخديوي إسماعيل عام 1866. كما حفظ المتحف أيضا أصل أول استجواب برلماني في مصر والذي قدم عام 1934، بالإضافة لأول طلب إحاطة عام 1967. أما القاعة الثانية للمتحف فهي تضم نماذجا من الحياة النيابية في عصر الفراعنة، حيث يجلس بالقاعة الكاتب المصري المسؤول عن تدوين التشريعات وقوانين الدولة في عهد القدماء المصريين. كما نجد بالقاعة نموذجا لأقدم تشريع ضرائبي في تاريخ الإنسانية، ونموذجا لأقدم معاهدة سلام في التاريخ. وفي عام 1990 أنشأ قسم جديد بمتحف مجلس الشعب، وهو متحف الهدايا التذكارية الذي يضم تذكارات مهداة لمجلس الشعب ولرئيسه من عدة دول في العالم. ويتاح للجميع زيارة متحف مجلس الشعب بعد الحصول على إذن مسبق من المستشار العام للمجلس. اي حد يكون داخل دار البرلمان وخاصه طلبه المدارس والجامعات وخاصه دارسي القانون والاقتصاد وعلوم السياسه، يمكنهم عندما يدخلوا الى دار البرلمان بيسمح لهم بانهم يشوفوا جزء من الجلسه، طالما الجلسه منعقده بيشوفوا جزء من الجلسه من الشرفات بتاعه الاعلاميين او من شرفات كبار رجال الدوله وكبار الزوار. قد لا يعرف البعض الكثير عن متحف مجلس الشعب، بل وربما لم يسمع البعض عنه، إلا أنه مكان يستحق بالفعل الزيارة. ومن أروقة متحف مجلس الشعب نتوجه إلى الإسكندرية، حيث أهديت هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائي إلى اسم يوسف شاهين الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي. كان في عدد كبير من المكرمين على رأسهم أسماء كبيرة مثل الممثلة ماجدة، الممثلة شريهان، وعدد من رواد فن المكياج والتصوير. إنما كمان في هذه الدورة تم تكريم الإعلامي عماد الدين أديب، لأنه أفرد جائزة خاصة جدا باسم والده عبد الحي أديب، وكان في عدد كبير من المتقدمين جائزة للسيناريو، لأنه عبد الحي أديب شيخ كتاب السيناريو كما يقال عنه. اتقدم عشرات وعشرات من الشباب بسيناريوهات، وتم الإعلان عن أسماء السيناريوهات الفائزة وتوزيع الجوائز عليه. تجمع بين كل من ساهم في استمرار وتألق الفن السابع
أقيم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته 24 على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وذلك بمشاركة 37 دولة، 80 فيلما عالميا من المقرر عرضهم خلال المهرجان، والذي ترأسه الناقدة إليس ناظمي، منهم 4 أفلام سورية، حيث وقع الاختيار على سوريا كضيف شرف للمهرجان. ولمصداقية التحكيم ترأس مدير التصوير الإيطالي ماركو أونوراتوا لجنة التحكيم، في حين تعددت جنسيات أعضاء اللجنة، وكان منهم إلهام شاهين ومحمود قبيل. استبعد الفيلم المغربي كل ما تريده لولا من العرض في الافتتاح لاتهامه بالإساءة إلى الشخصية المصرية، وتم عرض الفيلم المصري قبلات مسروقة من إخراج خالد الحجر وبطولة أحمد عزمي بدلا من الفيلم المغربي. وقررنا منح الفنان والمخرج العالمي يوسف شاهين جائزة مبارك في الفنون. تلك الدورة من مهرجان الإسكندرية مهداة إلى روح المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حيث تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أبرز أفلامه تحت عنوان يوسف شاهين حدوتة مصرية، وتسلم المنتج جابي خوري ابن شقيقه درع التكريم. عارفوا أنه مهرجان إسكندرية عمل تكريم للأستاذ يوسف، فأنا جاي أحضر التكريم وشارك في التكريم، وبالنيابة عني وبالنيابة عن الأسرة وكل الناس اللي بتحب يوسف شاهين. ويوافق الاحتفال بمهرجان الإسكندرية السينمائية 24 الاحتفال باليوبيل الذهبي لانطلاقة السينما المغربية، ولذلك تم تكريم وزيرة الثقافة المغربية ثريا جبران باعتبارها أول ممثلة في العالم العربي تتولى وزارة الثقافة. ما قلت هو تكريم لكل الفنانات ولكل المبدعات في الوطن العربي، وهو تكريم يعني يجتازني ليكرم وطني المملكة المغربية. كما تم تكريم الفنانتان شريهان ومجدة لدورهما المميز في تاريخ السينما المصرية، والمخرج علي عبد الخالق ومدير التصوير محسن أحمد. هقول لك أنا جاي أكرم المرة دي بقى، وكويس إن التكريم لحقني يعني قبل ما ممكن ما أكون ما مشيت يعني، فالحمد لله هو لحقني. وكل اللي تكرموا شيء مشرف، وناس احنا بنحبهم وبنقدر فنهم، وزي ما كل الناس بتحب وبتعشق فنهم. سيستمر المهرجان لمدة 5 أيام ليتنافس من خلاله 125 متسابقا قدموا 136 سيناريو للفوز بجائزة عبد الحي أديب للسيناريو، وقدرها 200,000 جنيه مصري ممنوحة من قبل أسرة السيناريست وشيخ كتاب السيناريو. هذه العراقة لهذا المهرجان الكبير بتديله قدرة على الاستمرار، وإن شاء الله نتمنى أننا نحتفل يعني، أو مصر هي اللي تحتفل والعالم كله يحتفل وأسرة هذا المهرجان تحتفل بالدورة 50 إن شاء الله. الحقيقة بعتذر عن اللقب اللي نزل تحت الفنان في الصورة اللي كان فيها الفنان محمود ياسين، طبعا غني عن التعريف، الفنان المصري المسرحي السينمائي والتلفزيوني، تم الخلط في هذا اللقب ما بينه وما بين وزيرة الثقافة المغربية. سامحني أستاذ محمود، احنا بعد الفاصل هنشوف القادم من قريته نيكلا. نيكلا دي قرية في إمبابة احتضنت هذا الشاعر الذي أتى إلى العاشرة مساء محملا بقصائد عدة وتجارب عدة، لكنته ريفية صحيح
لابس الجلباب والعمامة صحيح، إنما وعيه الفطري غلب على الكثير من الأفنديات. هنكون مع سهرة ممتعة مع أمين الديب الشاعر والفلاح.